كل التحية لكل الأهلوية اللي بيبدأوا معانا حلقة جديدة من السادسة. أهلا وسهلا بحضراتكم، وبداية طبعا مبروك التأهل لنهائي كأس مصر. عرض أكتر من رائع، قطار الأهلي بدأ في التحرك بقوة الحقيقة، عرض رائع جدا أمام إنبي في قبل نهائي كأس مصر، ونتيجة مرضية للجماهير على مستوى طبعا الهدف، تحقيق الهدف الأساسي والتأهل للنهائي، وعلى مستوى العرض القوي الحقيقة اللي ظهر بيه النادي الأهلي وأكمل بيه مسيرة الانتصارات، سواء في الدوري على المصري، سواء في دوري أبطال إفريقيا على سان جورج ذهابا وإيابا، أو حتى في بطولة كأس مصر نسخة الموسم الأخير أو الموسم اللي فات، والتأهل للمباراة النهائية بكرة. واحد من أجمل دربيات الكرة المصرية. بكرة كان الحقيقة في يوم من الأيام عيد من أعياد الكرة في مصر، الأهلي والإسماعيلي. النهاردة هنتكلم على المباراة دي، وأنا على ثقة وعلى يقين، ودايما بقول الكلام ده في كل مناسبة بيحضر فيها واحد من الدربيات الكبيرة، وخلي بالكم أنه يمكن جيل أو يعني كثير من الأجيال ما شافتش الأهلي والإسماعيلي في عزهم الاثنين مع بعض، ما شافتش الإسماعيلي وهو بينافس وبيحقق في وقت من الأوقات ألقاب وبطولات. اللي ما فيش شك أنه الاثنين بعيد عن حالة التعصب، يعني للأسف 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 مفتعلة. أنا بشوف أنه حالة التعصب بين جماهير النادي الأهلي أو حالة التوتر اللي موجودة بين جماهير النادي الأهلي هي فتنة كروية مصنوعة، ساهمت فيها وأججتها للأسف شديد جدا السوشيال ميديا بكتير من المغالطات. وبصرف النظر عن حالة الفرقتين، يعني يمكن الإسماعيلي بيعاني أو بيترنح في المواسم الأخيرة، لكن تظل واحدة من أكثر المباريات مشاهدة وأكثر المباريات اللي بينتظرها مش بس جمهور الأهلي والإسماعيلي. أنا ما عنديش شك أنه معظم جماهير الكرة في مصر تستنى مباراة الأهلي والإسماعيلي بصرف النظر عن حالتهم، بصرف النظر عن ترتيبهم، بصرف النظر عن الأسماء اللي موجودة في الملعب. واحدة من الماتشات بكرة على فكرة بالمناسبة، الأهلي هيلعب الساعة 7 مع الإسماعيلي، الساعة 6:30 ديربي كبير جدا في إنجلترا. وانا عارف انه في كتير من جماهير الكره في مصر بتتابع الدوري الانجليزي وما بتفوتش ولا مباراه، فلما يبقى عندك مباراه بحجم السيتي والارسنال تقريبا في نفس التوقيت، هتبدا قبل مباراه الاهلي والاسماعيلي بنص ساعه، انا على يقين انه جماهير الكره في مصر هتروح لمتابعه الاهلي، او اغلب الغالبيه العظمى من جماهير الكره في مصر هتروح لمتابعه مباراه الاهلي والاسماعيلي، ودي واحده من اهم مميزات قيمه الدوري المصري. هنا التاريخ حاضر، هنا المنافسه حاضره، والمنافسه بين الناديين سيبك من الترتيب وسيبك من الظروف وسيبك من الأسماء، والمنافسة بين الناديين هتظل قائمة وحاضرة، وربنا يدينا ويديلك طولة العمر يعني إلى ما لا نهاية. اللي ما عنديش شك فيه برضو أنه على مستوى الرموز والقامات والأسماء الكبيرة في الناديين من أجيال كتير جدا ومختلفة، يعني تكن كل احترام وتقدير لكل قلعة من قلعتي الرياضة في مصر، الأهلي والإسماعيلي. محاولات تزوير التاريخ وتشويهه ومحاولة إيجاد أسباب لأن يكون في فتنة بين الجماهير في الإسماعيلية وفي القاهرة، أو جماهير بين جماهير الأهلي وجماهير الإسماعيلي، قائمة وبشدة من فترات طويلة جدا. ساهم فيها الإعلام، ده شيء ما فيش شك فيه، والمغالطات التاريخية كتير جدا. وللأسف الشديد في جيل طلع فتح عينيه على الكرة في مصر، شرب ما شافش وما عرفش حقائق كتيرة جدا، وما فهمش طبيعة العلاقة بين الناديين الكبار، وشرب الحقيقة من الفتنة دي بشكل كبير جدا، وغزة ده الحقيقة صفحات للأسف الشديد جدا موبوءة موجودة على السوشيال ميديا، ولا أستثني أحدا، سواء صفحات بتدعي انتمائها للنادي الأهلي أو صفحات بتدعي انتمائها للنادي الإسماعيلي. أتمنى، اللي أنا أتمناه خلاصة الكلام يعني، أنه تبقى المباراة دي، وأعتقد أنه هنا دور الرموز أنها تتدخل وتحاول تدوب جبل الجليد اللي كبر على مدار سنين. قصة بقى الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية ليه؟ قصة الأهلي خد نجوم من الإسماعيلي، مع كامل الاحترام والتقدير، على فكرة طبعا كامل الاحترام والتقدير للنادي الإسماعيلي، بس وخليني أقول يعني إنجاز أن أنا أكلم جماهير الإسماعيلي، هذه الأكاذيب ليست لها أي أساس من الصحة. وصحيح في لعيبة كتير جدا كانت في يوم من الأيام بتلعب في الإسماعيلي جت ولعبت في الأهلي،
زي بالظبط ما كان في لعيبه كتير جدا في الاهلي ونجوم كبار جدا في الاهلي لعبوا في الاسماعيلي وفي غير الاسماعيلي. لا ده اثر على الاهلي بشيء، يعني وجود نجوم كبار جدا مش بس في الاسماعيلي، من نادي الاهلي، في كل انديه مصر اسماء كتيره جدا خرجت من نادي الاهلي نجوم من العيار التقيل ولعبت في انديه تانية منافسه، وده ما اثرش في اي باي شكل من الاشكال ولا في اي وقت من الاوقات على مسيره النادي الاهلي ولا على نجاحه في تحقيق البطولات. في ناس كتير جدا خدت من ده شماعه عشان تعلق عليها فشلها في اداره قلعه كبيره جدا زي قلعه الدراويش. واتمنى يعني انه الاسماعيلي يرجع مره تانية، بالتاكيد في فايده للكره في مصر وبالتاكيد في فايده للبطوله في مصر وبالتاكيد في فايده لمنتخبات مصر المختلفه. اتمنى ان المباراه تطلع في اطار عيد كروي زي ما احنا اتعودنا عليه طول عمرنا، واتمنى من اللاعبين اللي موجودين في ارض الملعب يركزوا في الكره وبس، مفيش اي داعي نصدر اي شكل او اي صوره سلبيه للجماهير والملايين اللي هيتابعوا الماتش بكره. اتمنى ان شاء الله يكون مباراه كره قدم من المباريات اللي نستمتع بيها ويكون فيها كره حلوه ان شاء الله.